نعم بكل تأكيد، أنا كنت أستحضر يعني استراتيجيات كيسنجر في الحرب الباردة، حينما يعني حاول أن يضع جدارا بين الاتحاد السوفيتي والصين. يعني هذه الثنائية التي كانت يعني دائما تشتغل بها أمريكا في سياساتها الخارجية، أعتقد أن من الأخطاء التي رافقت إدارة السياسة الخارجية في عهد بايدن أنها سمحت للصين بالتقارب كثيرا من روسيا. وهناك معاهدة كنا تحدثنا عنها أنا وحضرتك أستاذ أحمد، المعاهدة التي وقعها حسن روحاني في فترته الأخيرة مع روسيا والصين، والتي جعلت إيران تقريبا هي رأس الحربة في المنظومة الشرقية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا طبعا يوقع على روسيا والصين التزامات، الصين التزامات اقتصادية من الدعم الاقتصادي الإيراني، وروسيا التزامات يعني تجهيز سلاح ودفاعات، يعني خصوصا إيران تحتاج المنظومات الدفاعية وتحتاج أيضا التكنولوجيا الدفاعية التي مؤخرا أيضا عقدت روسيا مع كوريا الشمالية شبه اتفاقية أستاذ أحمد بما يتعلق بتزويد كوريا الشمالية ب يعني التكنولوجيا. أنا أعتقد هذا من أخطاء السياسة الأمريكية يعني، وطبعا هذه إذا عدنا للصراع في الشرق الأوسط، إسرائيل وإيران أكثر الدول المستفيدة وأكثر الدول يعني هي دول المواجهة المستفيدة، بمعنى أنه منظومة فاد على سبيل المثال إسرائيل حصلت عليها بسبب مواجهتها لإيران، ويعني تقريبا أجبرت الولايات المتحدة على تزويدها بهذا التقنية العالية جدا من يعني هذه المنظومة الدفاعية المتطورة. وأيضا إيران حصلت على يعني إسرائيل تحلب أمريكا وإيران تحلب روسيا، إيران أيضا حصلت على المنظومة الدفاعية الأس 300 ويعتقد أن الأس 400 أيضا حصلت عليها. بخصوص الغواصات، القطع البحرية الإيرانية يعني في الغالب هي يعني تعتبر من إيران من دول يعني البحار، يعني عندها حدود على بحر قزوين، على يعني الخليج العربي، مضيق هرمز، يعني البحر العرب، ولا فتحتاج دائما يعني الى القوة البحرية، عندها 142 تقريبا قطعة بحرية، الغواصات منها من 19 إلى 26، يعني هي دخلت بالخدمة الغواصات غدير، غواصات غدير هي من كوريا الشمالية مطورة إيرانيا، وكانت من 94 من 92 إلى 96 استلمت إيران أيضا ثلاث غواصات من روسيا وسمتها غواصات طارق، يمكن لا أعرف أشار التقرير لها. فإيران عمليا تعتقد أنه الفترة القادمة ممكن أن تكون فترة حرب بحرية، يعني خصوصا مع أحداث اليمن، فتحتاج إلى أن تدعم نفسها وتستغل الاحتياج الروسي الصيني لها لتدعيم قدراتها الدفاعية في أي مواجهة قادمة. نعم.